سادة المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هلا بيكم. وأنا حقيقة سعيد قاية السعادة أن يكون برفقتي اليوم أستاذ وصاحب اسم كبير في حياتنا الفنية والإبداعية، صاحب سمات واضحة وإضافات في تاريخ الفنون بشكل عام، إذا كان في التشكيل وفي الشعر في اكتشاف المواهب من خلال برنامجه المميز والمعروف لديكم كلكم نجوم القد. وقبل نجوم القد أستاذنا أبو بكر صديق أيضا لديه برنامج مشهور في فترة السبعينيات من محراب الآداب والفنون أصوات وأنامل في تلفزيون السودان، وهذا البرنامج يعني فرق أجيال عديدة ومختلفة في دروب الفن. أنا حقيقة سعيد قائد السعادة أن يكون اليوم ضيفنا عبر برنامج هلا بكم. مرحبا بك أستاذنا أبو بكر صديق، وأنا سعيد بقائد السعادة. مرحبا بك أخ عبد الباقي، وهلا بكل المشاهدين. الله يخليك. مرحبا غناة أنغام. تسلم، شرفتنا والله. الله يحفظك يا أخي. أستاذ أبو بكر، طبعا حندلف في بداية حوارنا عن بدايتك الأولى في فؤاد مدني من خلال برنامج محراب الآداب والفنون. هذا البرنامج يعني في فترة السبعينيات لحد الثمانينات كل المبدعين كانوا يعني بيشاهدوا هذا البرنامج، ومن خلاله ظهروا أيضا أسماء كبيرة واستطاعت هذه الأسماء تسيطر على الساحة الفنية بشكل عام. يا ريت لو حدثتنا عنه. شكرا جزيلا أخ عبد الباقي، وشكرا لغناة أنغام، ومن خلال أنا بحيي الأخ عبد المنعم خلف الله عبد المنعم، زميل قديم في تلفزيون السودان. وقبل أصوات وأنامل دي معه قصة أخونا خلف الله، بس قبل محراب الآداب والفنون في بداية تلفزيون الجزيرة الريفي، الفترة دي كانوا سمع ما قبل الريفي، الريفي ده ما قبل الريفي أول ما أسس كان اسمه ده بالضبط 73 74. أيوة. بعد ذاك جا بقى تلفزيون الجزيرة الريفي اسمه، فيما بعد لما بقى فيه برامج تعليمية وكده. أيوة. لكن لما بدأ تلفزيون الجزيرة بدأ تلفزيون الجزيرة كده، بس تلفزيون الجزيرة. وتلفزيون الجزيرة نحن من المؤسسين صراحة، خاصة قسم التصميم والديكور في التلفزيون. أنا كنت في منتدب من وزارة الري إلى وزارة الثقافة في فؤاد مدني، ومن هناك لانتداب داخل انتداب إلى تلفزيون الجزيرة. كويس أستاذ أبو بكر، أنت أساسا ما من مدني يعني؟ والله مدني دي نحن جيناها بقت حقتنا. انت اساسا جذورك منين؟ نحن من اقصى الشمال، من السكوت ما بين الحلفاوين والمحس. أيوة. منطقه في الوسط على بعد 180 من حلفا جنوب حلفا، اللي هي منطقه مشهوره جدا، عبري التي كتب فيها جيل عبد الرحمن احن اليك يا عبري. طبعا. مولود في الخرطوم بحري، وانتقلت مع الوالد الله يرحمه، كان في اشتغل في وزارة الري عامل بسيط رجل براد، وودوه الجزيرة جوا في المنطقة بتاعت ود النعيم من قنطرة 99. قريت المدرسة الابتدائية هناك الجزيرة. في الجزيرة، ونشأت في الجزيرة، تشبعت بها، أخذت بالهرسي من الترع، أخذت بالهريات من الترع. طيب قصتك شنو؟ جينا مدني وأنا في تلفزيون الجزيرة. أول سهرة أو أول برنامج عملته عن التشكيل، وكده ما كان في أصلا يعني مش الفكرة بتاعت التشكيل، بس نحن بس سبقنا أستاذنا الكبير إبراهيم الصالحي في بيت الجاك، قدم نماذج. تاني جاء بيت الجاك ده كان في تلفزيون السودان. في تلفزيون السودان نعم. وبرضه على النسق لما قام تلفزيون الجزيرة قام بعضه طوال التلفزيون عبره، ده التلفزيونين كانوا بيرفضوا برامج لتلفزيون السودان، من ضمنها كان محراب الآداب والفنون. قبل محراب الآداب والفنون أنا عملت حاجة اسمها دنيا الفنون أو لمسات فنية، بديت بخمسة دقائق، فقرة خمسة دقائق داخل حاجة اسمها النيل الأزرق في أسبوع، لما كانت الولايات كانت أقاليم. ودي كانت محافظة واحدة من هنا من محل جياد ده لغاية
الدمازين دي كلها كانت محافظة واحدة اسمها النيل الأزرق. فكانت في مجلة تلفزيونية اسمها النيل الأزرق في الأسبوع، داخل هذه المجلة أنا قدمت 5 دقائق تشكيل. أول المستضعفين في هذه الحلقة كان عبد السلام الله يرحمه، عبد السلام سالم، أستاذ عبد السلام سالم أستاذ الفنون، شقيق عشة سالم الله يرحمه تعطى الأطفال. ماما عشة نعم. فاتطورت الفكرة من 5 دقائق، قال والله البرنامج ده شكله جديد، إيقاعه جديد مختلف، نضيف له بقى 10 دقائق زمن إضافي، اتطور إلى نصف ساعة، بقى دنيا الفنون من لمسات فنية إلى دنيا الفنون. ده برنامج سبق المحراب. المحراب قام لما قامت رابطة الجزيرة للأداب والفنون، نحن برضو من المؤسسين، وأنا أحيي كل الجماعة الموجودين وأترحم على القادة الذين أسسوا هذه الرابطة، أستاذ محمد الحاج محمد صالح، أستاذ طه كرار، مرغن عشرية، مجموعة ضخمة جدا، معانا عمر محمد الحاج الله يرحمه، سيف الدين محمد صالح، عبد الحليم سر الختيم أنا بحييه من هنا. أي والله. أيوة. فالرفيق وزميل وصديق وعمر والبيت واحد والجيف واحد، ان شاء الله الصحة والعافية. نعم نعم، انا بحييه من هنا. وولده ابي ماشي في نص الطريق الان، هو في واحدة من الاذاعات، وفي اس 24 برضه اظن بيقدم برنامج من البرامج او بيعيد برامج من البرامج. ديل الناس اللي اسسنا رابطة الجزيرة، ورابطة الجزيرة قامت عملت برنامج اسمه محراب الأدب، وأنا بقدم دنيا الفنون، سبقت البرنامج ده بقدم زمن. لما قام قصة فعبد الحليم وطه كرار الله يرحمه، عبد الحليم يا أخي أنا بحييه مرة ثانية، وطه كرار الله يرحمه اللي هو شقيق هاشم كرار الصحفي الفي موجود الآن في قطر أنا بحييه برضو، ديل كانوا بقدم برنامج محراب الأدب. أخونا عباس التوم الله يرحمه برضو كان مدير التلفزيون، فقام قال يا اخواننا دي البرنامجين طبيعتهم واحده، يا جماعه نحن نجي نقعد كده نعمل برنامج ثاني. فجمعنا ما بين المحراب ودنيا الفنون. فبقى محراب الاداب والفنون. فالفكره دي طلعوا منها ناس كتار جدا الان، زي منو مثلا يا كتار جدا. اول النازل كان في عصام محمد نور، كان في مدرسة الأميرية طالب، جابوا لنا الأستاذ بتاعه اسمه علي إبراهيم علي. علي إبراهيم علي ده ظهر هو علي إبراهيم في فترة واحدة، فكان في علي إبراهيم هنا وفي علي إبراهيم في مدني. فعشان يميزوا بيناتهم أستاذنا عربي قام سمى ده اللحو، علي إبراهيم اللحو، عشان يفرزوا من ده عشان يميزوا بينهم يعني. وتاني من الأسماء؟ تاني في الفترة ديك عبد العزيز المبارك، مصطفى السيد أحمد، علي السقيت، رشيد كسلة، رشيد كسلة، وابو زعبل لاعب الكوره، لاعب الكوره يا اخو قله زول فنان نعم شديد غناي، زول غناي جدا، وعثمان الاطرش، الامين عبد الغفار، ديل كلهم ظهروا من خلال البرنامج ده. ما قبل ذلك برضه ومحي الدين الفاتح، محي الدين الشاعر معروف، نعم، ومحمد طه القدال، سيف الجامعة لما كان طالب في جامعة الخرطوم، هذه أسماء كبيرة والله. وأخونا اليماني كان مسؤول الثقافة، نزار غانم برضو من الجماعة، وزول شاعر، نعم، مغني، وعلاقته حتى كان عندنا جدا. فقرة عملناها سميناها جسر فني ما بين عدن أو عصنعاء والخرطوم بسبب المحراب. كنا بنقدم نحن ثلاثة، المرحوم طه كرار وأخونا عبد الحليم سر الختيم، وكان برنامج الأول برنامج تقسم لفقرات. بدأ سنة كم وتوقف سنة كم؟ توقف سنة 83-82 تقريبا. هو من بداية التلفزيون يعني، أو بعد بسنة كده في منتصف السبعينات 75 لغاية 82-83. بعد ذاك طبعا تعاملت مع تلفزيون السودان من خلال ولا هو حتى ذات تلفزيون السودان، احنا البرنامج ده بنسجله في المدينه بيتبث في الكلام ده في الثمانينات في 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 السبعينات لغايه اوائل الثمانينات لحد اوائل الثمانينات نعم ايوه نعم.
نفس البرنامج محراب الاداب محراب الاداب والفنون اول برنامج في السبعينيات لحد نهايه الثمانينات في التلفزيون السوداني اي وده البرنامج الوحيد اللي بيتسجل في مدني وبيتبث في مدني كان بيتبث في مدني اتذكر الكلام اي نعم. طيب اصوات وانامل فكرته كيف؟ اصوات وانامل ده فكرته جات سنه 86 كان اخونا عباس معانا في مدني وانتقل بقى مدير عام تلفزيون السودان عباس عبد الله عباس لا عباس عباس احمد التوم اه عباس احمد التوم الله يرحمه وبرضه من الاساتذه المميزين جدا هو ده من مؤسسي البرامج التعليميه في التلفزيون وقتها كان اخونا عبد المنعم خلف الله عبد المنعم كان مدير المنوعات رئيس قسم المنوعات ايوه وحتى انا كتبت خطاب لعباس قلت له يا اخي داير اقدم برامج كده قال لي يا اخي نحن عندنا تجربه امشي لخلف الله يا سلام فمشيت لخلف الله الكلام ده سنه كم يا استاذ بدر؟ 86 شهر 6 86 حافظ التاريخ ده تماما الخطاب المكتوب عندي منه صوره اه عباس التوم حولك له استاذ خلف الله عبد الله عادي طبعا مدير التلفزيون يقوم يقول لك امشي ايوه طبعا مشيت لخلف الله اخونا خلف الله فالرجل ودود جدا رجل لطيف يعني ما تكلمنا كثير لان التجربه اصلا احنا قاعدين في الحوش يعني اساسا قاعدين والمعرفه اصلا مش قصه انه بنجيب برنامج بس من الدرمان لكن في رمضان كان تلفزيون الجزيره بيجيف كاجهزه بيوقفوه بنسجل ماده بنجي نسجلها هنا في استديو علي شمو اربع حلقات لرمضان عشان يتبث من هنا وذاته فترته الزمنيه كانت محدوده اي له زمن وساعة كان البرنامج اصلا لا بقصدك التلفزيون بشكل عام يعني لا في مدني كان مدني. كان البث ثلاث ساعات ثلاث ساعات من خمسة لغاية الساعة 8 بينزل المسلسل سل. بعد ذاك الرتابة بتاعت نشرة الاخبار كانت حاجات محدثة كده يلا اصوات وانامل الفقرات اصوات وانامل الفكرة جات من 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 انه يا اخي خلينا نمشي اكثر نغوص اكثر في المجتمع ده ونكتشف مواهب كثيرة يعني في شباب كتار جدا بيغني اللي بيعزف اللي بيكتب شعر اللي عنده حاجة رايحة له طيب بتذكر الشعار بتاعكم كان بتجيب واحد كده بيعزف عليه على ده شمس الدين شمس الدين شمس الدين يعني. شمس الدين جمعة ده زول بسيط جدا هو من حفير مشو فود بسيط بعدين ما عارف أهله كده أمه توفت هو صغير حبوته بتربي توفت ابوه مش اتزوج امراه ثانيه فبقى قاعد كده تعرف هايم كده لكن ود فنان شديد اي فبيشتغل مزيكا بالايقاع بالايقاع يعني ممكن يسمعك اغنيه وانت اثناء ما تسمع الايقاع تسمع الاغنيه يعني. بعدين خفيف الحركه بال اي بعدين اي بيعزف كده بعدين الشباب كلهم كان شعار مشهور في عملناه برنامج صوت لانه يعني. كان مثير كانت حاجه جديده فعملناه شعار كويس من خلال يا استاذ بابكر من خلال اصوات وانامل نعم منو من الاسماء برضو قدم البرنامج ده كثيرين جدا جدا يعني مره اخونا المخرج اول المخرجين كان اخونا محمد الاسد انا بحييه هو في قطر الان قال لي يا اخي في 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 في, في السجانه في شاب زول مغني قبل ما نجي للشاب ده ونعرفه يا استاذ بابكر والجمهور مشوق انه يعرف دمنه نمشي فاصل ونواصل خير العظيم
السادة المشاهدين لازلنا متواصلين، وشكرا لكل الذين انضموا لنا. وأنا حقيقة سعيد غاية السعادة إنه نكون جمعيتنا اليوم الفنان المبدع التشكيلي والشاعر والرسام الكاريكاتيريست المعروف ومقدم البرامج ومكتشف فجور المواهب أستاذنا بابكر صديق. أستاذ بابكر، توقفنا في الحتة بتاعت السجانة، قدرت تحكي عن فنان إنه هو مفترض يجي يسمعكم صوته من خلال برنامج صوته؟ نعم نعم، واصل. ده كلمنا عنه في الأول قبل ما أعرفه صراحة، أخونا محمد الأسد زي ما قلت، وده كان عمر الشاعر عمر إحساس. يا سلام. فجاء فعلا يعني من الوقت ده بقى بيننا في علاقة متينة جدا يعني. قبل كده في المحراب برضو جبنا معانا شاب كان مميز جدا بيعزف العود بالشمال، مخالف للناس، وبيقلد محمد الامين بطريقه غريبه جدا. فجايين من مدني عشان نجي نسجل في الاستوديو، ودائما في اي حته لما الناس يجوا كده غريبين على الحته، الترحاب ما بكون حار بالقدر يعني. ايوه. وبعدين في الاستوديو كده قعدنا مسافه طويله عشان يجهزوا لنا الحاجات، الحاجه ما كان معد بطريقه كويسه. المهم بيجاي كده خدوا لنا كراسي، بدينا نقعد، قعدنا الشاب ده اللي بيعزف العود بيده وبغني الشمال. اي بعدين اول ما فتح خشمه كده غنى جيناكم يا حبايبنا بعد غربه وشوق بتاعت محمد الامين، فالصوت ما بيشبه حجم الزول، حاجه فخمه كده، صوت فخيم. الجماعه وقفوا التسجيل قالوا ليه يعيدوا يرتبوا المحل ثاني من الاول وبتاع ويعدوا هنا صياغه المكان بناء جديد بسبب الصوت ده. ده كان حيدر بورسودان. يا سلام يا سلام. ف في اصوات وانامل عمر احساس ده حيدر ده ما كان في اصوات ده في المحراب قلت لك. لما في اصوات وانامل نحن نتكلم عن اصوات وانامل. اول حلقه اتبثت فيها اثنين ضيوف، اللي هو الفكره اصلا كانت انه تجيب فنان موسيقي يعمل معك جوله في معرض. وبنجي نقعد بعد الجوله دي، بعدين نقول له يا اخي اثر هذه اللوحات اللي شفتها قبل شويه عليك، هل بتذكرك باغنيات معينه، بموقف في اغنيه في كده؟ دي كانت الفكره. فالراجل يقوم يعني زي ما يقول شنو، يفرغ دواخله من خلال ما شاهده من لوحات واثر عليه في اللحظه دي. اول ضيف كان علي السجاد. يا سلام. نعم يا سلام. ومعه فايز مليجي العازب بتاع الايقاع. بالايقاع فايز بيعزف مع محمد الامين الان، هو في امريكا. في امريكا. ففايز ده برضه بعد الهناك قلنا له اعمل لنا جوله بالايقاعات. ده المليجي الكبير نقول. ده المليجي الكبير. ايوه. نعم. ما المليجي الكبير ابوهم ده كمان حاجه ثانيه بالمناسبه. الوالد ذاته. ايوه. والبيت كله طبعا. محمد قسم الله طبعا عازف كمانجه عجيب جدا. البيت كله بيعزف. كان معانا في الاوركسترا بتاع تلفزيون الجزيره. والبيت كله بالمناسبه. طبعا. ما شاء الله عليهم كلهم يعني ناس بتاعين ايقاع. حقيقي والله. ما في يعني ما في اي واحد. ما في. انت عارف ده جيراننا في مدني كانوا. طبعا. وبعدين طبعا. في خشم الباب الصباح لما تجي مارق قبل ما يخش المدني كل واحد شايل له علبه صلصه. وانا متاكد هسه الاسماء اللي حقولها لك دي احتمال اذكرك ليها. يعني مدني ذات الفرقه فاتح حسين وعثمان النو. فاتح حسين ده انا جبته في برضه في يس. هو يعرف الكلام ده، انا بحييه من هنا. لقيته في مدني في المنطقه الصناعيه. شايل له جيتار. ايوه. ما في اوتار. قلت له ده شنو؟ قال لي انا الجيتار ده عملته انا. صنعه براو. صنع عليه جيتار براو. وقلت له طيب الاوتار كيف؟ قال لي بشوف الاسلاك بتاعت الياي دي. الفرامل بتاعت الدكتور الفاتح. فعمل البتاع وقال لي بعزف ليك المقدمه الموسيقيه بتاعت برنامج بتاع دنيا الفنون ده. كلام ده في مدني. ايوه. بتاع ايزاك هيز كانت المغني الامريكي ده. يا سلام. ففعلا قام عزف هنا وجبته. لا طبعا مدني دي يعني ما في كلام اصلا. شوف مدني يعني دي من بعد فن والابداع. مدني دي اصلا موحيه بشكل غير عادي، وانا افتكر انه مشروع الجزيره كان له اثر كبير جدا. طبعا طبعا. الخضره الممتده دي والمساحات البراح ده وكده ده لازم يعني، المويه المتوفره في الجزيره والخضره
المتوفرة والوفرة بتاعت أي حاجة يعني تغنيك عن أفكار كثيرة جدا. الأكل البسيط الصحيح الحي ذات الصحي أو البساطة، والناس ذات بتعرف بعض كله مش بيعرفوا بعض ساكت يعني، أنت ما في بيت ما بتعرف بيتكم بيت كل واحد. فالحالة دي الآن منعدمة، لذلك أنت عارف إذا بيقى في أي تشويش في المجال بتاع الفن ده بيبقى في المشكلة بتاعت البيئة العامة دي ما ظابطة. نرجع بيك نرجع لصوته أنا لا صوته أنا قلت على السجيت كان أقرب على السجيت ده أول زول كويس قبل عمر إحساس أول حلقة أصلا الفكرة ذاتها بدينا بها على السجيت كويس هاي. وبعدين لأنه الحلقة قلت لي كانت أول برنامج كان شكله غير يعني، ما كان في شباب جداد نحن بنكتشفهم كده، كان في القصه بتاعت المعرض تشكيلي يجي الفنان يلف معك ماذا توحي له هذه اللوحات من اغنياته وتذكره باغنياته. وكان الحلقه الثانيه مع علي ابراهيم اللحاو، وداخل هذه الحلقه اتولدت الاغنيه بتاعت عبد العزيز عبد الحليم عبد الله تواهنا ايوه كانت مولده هنا ابي الحي المخرج والشاعر عبد الحليم حي جدا الصديق الزميل صديق والفنان الكبير الاخ علي ابراهيم الله يحفظه الله صحه والعافيه. ودي ذكريات رجعتك لورا يا استاذ بابك كثير والله. شوف انا متاكد في اسماء كثيره ما لا شوف عشان انا بتذكر كثيرين جدا من الناس مش كده بس بتذكر يعني تماما والحمد لله يعني لسه الحمد لله شفت كيف وبتذكر انه واحده من الحاجات دي انا بتخليني بتذكر كانما انا اللي قاعد اقول الكلام ده يعني او طالع مني انا اللي هو ابيات بتاعت نزار قباني كنا عاملينها فخر في المحراب هو الرسمه بالكلمات اللي هي بيقول فيها كل العصور انا بها فكأنما عمري ملايين من السنوات. يا سلام. إني كمصباح الطريق صديقتي أبكي ولا أحد يرى دمعاتي. يا سلام. كل الدروب أمامنا مسدودة وخلاصنا في الرسم بالكلمات. ده كان عاملينه نحن شعار، لكن أنا كل ما أتذكر البداية أتذكر إنه ده حالنا نحن. طبعا. طيب المرحلة بتاعت أصوات وأنامل نعم. تحدثنا عنه، تحدثنا عن المحراب في الأول. نجي للحتة بتاعت نجوم القط. فكرته كيف ايضا ومنو من المواهب اللي قدموا هذا البرنامج هو وهذا البرنامج طبعا يعني عالم مشاهده حقيقه صحيح انا طوالي قاعد اقول انه يا اخي قدمنا محراب ما قبل المحراب قدمنا اصوات وانامل 20 سنه طبعا لكن ال 13 سنه بتاعه نجم الغدي بقت الدائره متسعه بطريقه خطيره جدا لانه كل زول مشارك في البرنامج اي زول مشارك كان منافس ولا عازف ولا لجنه التحكيم اي زول وراه كم من الناس صح شوف الدائره دي بتتسع كم والاودينس حتى اللي بيظهروا من خلال البرنامج هم ذاتهم بتندح الدائره دي عشان نشوف عشرات الناس اللي يكونوا ورا المساله دي فالمشاهده ضخمه عاليه جدا والمسؤوليه وراها كبيره جدا وحقيقة في أسرار وأشياء كثيرة جدا تفاصيل طبعا بتتعلم أنت تفاصيل التفاصيل دي المشاهد عليه بالشيء اللي بتقدم بعد أصلا المشاهد ما عنده علاقة شنو أنت حسن في تعبت قدر شنو عشان تعمل برنامج عملت شنو ونحن ذاته ما قاعدين نطالب المشاهدين أنه يزعجوا رغبته لأنه أصلا ظروف وبعدين في مواقف في طرائف صحيح صحيح كويس من الأصوات طبعا اللي تقدمت من خلال برنامج نجوم الغد قبل نجوم الغد الفكرة جاءت من أنه يا أخي بدأ أصلا في تلفزيون السودان وليس في النيل لا بدأ في تلفزيون السودان نعم انتقل للنيل نعم نعم بدأت كده والفكرة جاني أخونا عبد العظيم قمش أنا بحييه المخرج أي جاني في عيد قام قال لي يا أخي ما تعمل لنا أصوات وأنامل في العيد ده ما تلم لنا الشباب دير فقمت قلت له والله يا اخي نلم لكن نسميهم معقول نسميهم ثاني اصوات انا ما بنسميهم اصوات انا فقعدنا في جلسه كده ده بنتحاور في انه يا اخوانا زي قصه الواحد لما يجيب له مولود الناس الحله يتلموا عشان يسموه عشان يختاروا له اسم فكل زول قام قال له اسم كده فاخونا الدكتور انس العاقب قام قال لي يا اخي ما سمونا جمال يا سلام فقلت له والله يا اخي فكره جميله قلنا قالوا خلاص قالوا لي دي فكره كويسه فبدت اول حلقه كان في تلفزيون السودان اي اخرجها قمش نفسه؟ اخرجها قمش و انا بحييه والله لانه كانت فيها مجهود كان جبت فيها منو من الاصوات يلا دي لمينا فيها اميز الاصوات المروا على اصوات وانامل اميز الاصوات
اللي هم ديل فيما بعد جينا لما عملنا بدينا فكرة المنافسة في النيل الأزرق كان فيهم صفوة الجيلي، نبوية الملاك، محمد عمر، ناصر عبد العزيز الملحن، أيوة الملحن، وليد عمر، حياة محجوب، ومها عبد العزيز. يا سلام، ده صوت جميل. نعم المدني هي. أيوة. أسرار كانت مفروض تكون معانا في آخر يوم كده. يا سلام، دي الحلقة الأولى كانت في تلفزيون السودان. أول دي لا دي 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 المشينا دي المشوا انتقلوا معانا ل ل ل لنجوم الغد. لنجوم الغد. في النيل الأزرق. لكن ده كلهم مروا من خلال الأصوات وأنامل. بعد ذاك البرامج فرخ أسماء وأجيال عديدة مختلفة. رماز مرغني. رماز دي ظهرت وهي صغيرة جدا في سابع في أصوات وأنامل. برضو انتقلت لنجم الغد في التلفزيون القومي، وهنا ظهر في ملمح الله يرحمه إيهاب عبد العزيز، إيهاب شقيق الفنان الأسطورة محمود عبد العزيز ترحم على روحه. فده كلهم من 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 خلال نجم الغد في التلفزيون القومي، وبعدين ظهروا مره ثانيه من هناك جاء سعد الشاب سعد ومحمود عافية حسن ومحمود عز الدين وعافية حسن وسرار بابيكر والمزعل استمرت. يا سلام. الى اخر العناقيد الان. كويس، انا بلاحظ يا استاذ بابكر طالما تحدثنا عن محراب الاداب والفنون والاصوات والعناقيد ونجوم الغد، هذا البرنامج يعني لا زال في ذاكره الناس لانه استمر فتره طويله. صحيح. وكل برامجك وخلي المحراب ذاته استمر فتره. المحراب ده زي 10 سنين. لكن اطول فتره نجوم الغد. اطول فتره اصوات والعناقيد 20 سنه. 20 سنه. 86 2006. انت لازال مواصل نجوم الغد. الحمد لله. كويس، انا بلاحظ انه الشباب ديل بعد يعني يفرخوا ما ويطلعوا برنامج نجوم الغد. انا دار على السؤال من شوين بعد ذاك يا استاذ بابكر، المفروض يكون في مدرسه، في حاجه، في مؤسسه ترعى هذه الاصوات. هو شوف كده انا اقول بالوضوح الشديد عشان نكون واضحين. لا هنتكلم بوضوح شديد جدا. ايوه تفضل. طيب، هل مسؤوليه برنامج تلفزيوني انه يرعى ولا يكتشف؟ يكتشف. ده مهمة نجوم الغد. نحن حدودنا هنا، نحن بعد ده قاعدين نعمل حاجات اضافية من عندنا ساكن. ايوه. هي ما يعني انا ما افتكر انه مفترض تعمل كده. واحد يزعل ويقول لك ليه الناس دي بيفكون عكس الهواء؟ نحن قاعدين نفك زر عكس الهواء، بالعكس. أيوة. الناس دي كانوا مفكوكين عكس الهواء، نحن جبناه. وريناهم للناس على المجتمع. يا جماعة، هذه الأرض مش الذهب اللي بيبحثوا عنه الناس هسه، البشر هم منه، في كنوز من البشر مدفونين فتشوهم. فدي مهمة البرنامج، مهمة البرامج الأخرى، ومهمة الناس التانيين المساعدين المفترض يساعدوا الناس، شعراء وملحنين ومؤسسات اتحاد الفنانين المهن، كلية الموسيقى. أنا برفض كلية الموسيقى، بكتشف لك ناس يعني ما بالضروره زول يكون قدم في شهاده سودانيه ما لقى حته يمشي لها، يمشي كليه الموسيقى ولا يمشي كليه الفنون، بعد ما يلقى له حته. المساله ما بتبقى كده، المساله بتبقى في انه يا اخي في اشياء كلها المفروض تكون متكامله. فخلوا المساله كده بالاريحيه دي، بالوضوح ده، وبالشفافيه دي، بدون تحت تغميته كده، بدون الكلام ده. نعم. واصوات طبعا عديده برضو، فضل ايوب وشريف الفحيل و ايضا افرع عصام. كثيرين هؤلاء شباب يا استاذ بابكر. انا بلاحظ بعد ما يعملوا نجوميه يكونوا هم يعني في الصوره زي ما بيقولوا. نعم. بيتغيروا. رايك شنو الحاجه دي؟ كثير. شوف، هل حاجه حصلت من لم يتغير سلوكا حصلت معك حاجه بيتغير مظهر؟ حصل معك موقف زي ده صراحه؟ والله يا اخي معلش السؤال لا لا معلش حصل عادي. يعني انا بفتكر اني شوف زول ما كل زول جاي من وين؟ يتربى كيف؟ المدرسة لا علاقة بالتربية. كيف؟ يعني ليه علاقة بالبيئة جاي منها؟ ليه علاقة بالتربية؟ يعني هل بيذكروا انه هم لا والله شوف في ناس كتار في شباب كتار بيقولوا الكلام ده. والأوفياء قليلين جدا. طبعا. يبدأ. وفي ناس بيتعمد انه ما يتذكروا زي العيب كده.
يعني زي العلم كده انه انت ما شايف يعني كبير بدرجه انه الواحد يختشي يقول انه انا والله ربنا يديك الصحه والعافيه. انت بتعمل من السبعينيات من المحراب ولا زال مواصل، لكن في الاونه الاخيره استاذ بابك انا لاحظت حاجه انه نجوم الغد في النسخه الاخيره ما بنفس المستوى من اي ناحيه كل الاصوات حتى بالعكس شوف يعني الفترات الاولى ظهروا نجوم لا بالعكس الأولى. بالعكس هو لانه البرنامج كان براو ايوه زي تلفزيون السودان زمان الناس بيتفرجوا كلهم لانه ما في غيره. حس الناس كلهم بعد الفضائيات الكثيره في الدنيا دي الناس بقت تشوف بقت تميز ما بين وبين المقارنات دي ما مهمه جدا عشان انا اقارن انا وين من الناس دي قاعد اسوي شنو بقدم شنو للناس كويس. الاصوات دي يعني انا معلش يعني انا حقول لك انه انا ما دار اقول لك انه يعني ما في نجوم ظهروا في الاونه الاخيره. هو شوف النجوميه دي بخلق الزول شفتها وحس انت الواحد لما يكثف عليه الاعلام ده والاعلام ده خطورته في شنو؟ انت مرات ممكن تبني لك زول اصلا ما عنده حاجه ذاته بعلاقات بكده ممكن تبني الاصوات دي وايضا الرسم انت زول تشكيلي نعم كرة القدم دي حاجات ما فيها مجاملة، الزول الموهوب يكون ظاهر اصلا شوف اوريك كلام نحن ذاتنا قاعدين يتهمونا يقولون انتم قاعدين تجاملوا الناس، نحن ما بنجامل زول، نحن قاعدين نقدم الناس للساحة، في النهاية ليه بيسقطوا ناس وبيمشوا ناس؟ وفي ناس بيكونوا ورا قاعدين واقفين ورا كويس؟ في ناس في الشهادة السودانية دي بيجيبوا امتياز في الجامعة بعد ما يتخرجوا بيجيبوا امتياز، وفي زول بيكون مقبول بدرجة مقبول كويس؟ يجي بتاع درجة مقبول ده يتميز في 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 العمل بعدين في الحياة دي في الحياة دي بيتميز وكذلك في الفن في ناس كتار جدا بيكونوا بيمتحنوا في الغنى ده عشان يفوز عشان يسخروا كده بمجرد ما نجي للمحك الأساسي للعملي الفشل بيجي هنا لأنه أصلا هو ما كان مستعد للحاجة دي داير يسخر فلذلك يقوم يعمل لك شكل يغير شكله يحلق شعره يفلفل شعره يعني كده وبنات يغيروا ألوانهم فبقت المسألة مسألة شكل، إذا المسألة مسألة شكل هم ما موديلات عربات. مكانت العربية هو أحدى لكن بيغيروا لها شكلها كل مرة عشان يروجوا بها. يروجوا بالشكل. فأنت حس قاعد تروج بالشكل. الفنانين زمان بيروجوا بإبداعهم وبأشيائهم. فدي ما مسؤوليتنا نحن، دي مسؤولية بتاعت المجتمع كله. من الذي يعين؟ أنا لاحظت أستاذ بابيكو برضه حاجة ثانية الحتة دي إنه حتى اللجنه ذاتها تغيرت وشكل البرامج يفوز سرعه كده في التسجيل الحلقات الاخيره دي انا ما اعرف تعزي المساله دي الحلقه زمان الحاجات دي فيها تاني وفيها شوف يعني فيها مشاهده والناس كان بتتابع بكره منه وكده في تصويت عالي صحيح يعني كده صحيح الدفعه الاخيره دي تحديدا سجلت بطريقه مختلفه ما بتشبه باقي الاشياء زمان كنا بنسجل اسبوعيا بنبس في نفس الاسبوع يعني بنسجل قاعد اشوف البرامج والحضور حضور كويس تسجيل حضور بس طوالي في نفس اللي هناك والناس كانوا متابعين لانه متابعين معاه كده الدفعه دي تحديدا سجلت كلها مره واحده اتعلمت كم حلقه؟ 20 حلقه كلها في كم يوم؟ في 20 يوم لازم المردود يكون معاه بنفس الموسم في 20 يوم ورا بعض كده حتى الاشياء كلها ما بتكون زي ما انت بتسجل طبعاً. وتشوف رقبتك وتشوف شيء تحسن وتغير متغير الاسبوع الجاي تعمل كده لكن لما انت تسجل كل يوم يلا اذا في ضعف من الناحيه دي انا بقبل بقول أيوة اوكي أيوة. صح لكن غير كده لا كويس استاذ بابيكر اصوات في اصوات مناسبه مميزه جدا ممكن يكون الظلم مع السرعه بتاعت نعم برضه في اتهام انه برضه انه هذه الاصوات بشكل عام يعني الدار يقول انه ملت الساحه باصوات، في اصوات استمرت وفي اصوات غابت عن الاعلام بشكل. والمزرعة دي اغضبت الفنانين الكبار واصبح في نقد حاد جدا لبابك الصديق في فتره من الفترات وانه ظهور كميه من الفنانين وكذا، المزرعة دي كانت عامله في الفتره ديك يعني اي فنان تزعل من الكبار ده يقول لك هذا البرنامج يعني ما عمل حاجه عادي وكده رايك شو لكن شوف الرد كان عريب جدا شوف انا بالنسبه لي ده طبعا كلام مر عليه كثير انه ولا الساحه باصوات وزمان اللجنه بتاعت الاذاعه دي ما بتجي زي صوت ده ما زمان كان فيها خبراء ما اشوف امثال مصبوره الباقي وعبرك لكل المشاهدين
فقال له حصل ده والبتابعونا انه انا بعاند في الشعب السوداني ده بجيب لي الحاجات الما دايره مش كده قول انا زول عنيد قاعد امشي اجيب الناس مخصوص عشان كده القصه هي اذا بالنظر الضيق حيوط تجيب برضه السوداني لابد انه يكون في تواصل اجوال لابد انه يكون في اصوات لازم شوف وبعدين ده شيء طبيعي جدا بالمناسبه نحن زمان لما كنا نشوفها صغار اهلنا كانوا يقول لنا ديل اولاد اخر زمن طبعاً. ما هي وذاك ما كان اخر زمن اي جيل اخر زمن حسن الان الناس الكبار ديل بيقولوا لي ديل اولاد اخر زمن طبعا مع انه اشوف الصغار ديل سابقيننا باشياء كثيره جدا فشوف وده شيء طبيعي جدا طبعا شفت التضاد ده والتدافع ده شيء طبيعي جدا ما مزعج انا بالنسبه لي انا برضه حزعلك سؤال كده حردي في سؤالي بس السؤال الاول بديت لك بيه انت تكلمت لي عن الفنانين في بعض منهم بيتغير وبيشوف نفسه بقى نجم وكده صحيح منو من الشباب اللي بتفتكر انه يعني هم ناس مميزين هم ناس يعني تفتكر انه هم فاهمين القضيه بتاعتهم وماشيين بخطى ثابته وانت معجبون برغم تجربتك الطويله والكبيره في الساحه بصراحه يعني معلش انا السؤال ممكن لا يكون لا بالعكس اقول لك كلام يعني انا ما عندي قشه مره في اسئله ولا اجابه ولا اي حاجه بالعكس تماما يعني انا اذا تكلمت بصراحه شديده جدا 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 انا ما في زول عاجبني يعني بقصدي شنو يعني مش من ناحيه صوت ولا من ناحيه اجتهاد ولا ما كذا طيب انا كنت بفتكر انه في ناس عندهم امكانيات اكثر مما قاعدين يقدموه ده حتى المجهودات اللي قاعد تتعمل دي انا اعلم تماما انه من جواهم في امكانيات اكبر من كده بكثير لكن الظروف المحيطه بتخلوني يقدموا ما هو متاح الان كده ده عشان ياكلوا عيش زي ما بيقولوا الناس يعني طبعا شفت فانا افتكر انه في اسباب كثيره جدا بتخلي انه الابداع ده ما قاعد في التراك بتاعه الصحيح لانه في عوامل كثيره جدا ما قاعد تخلي الناس يهتموا ايوه طيب اذا جينا نسال وزاره التربيه وين حصص الفنون في المنهج؟ ما في اللي اتشالت ما في ده بيقدر يجاوبك طبعا صح؟ طيب نسال القنوات دي كلها وين البرنامج الجاذب للاطفال؟ ما في ليه الاطفال ما في؟ حتى تقعدون انت بتقعد تتفرج في برامج الاطفال هم ما بيقعدوا نحن يا استاذ بابكر بدل من الاطفال صح انا انت ومحمود عبد العزيز ومجموعه يعني اعرف الكلام ده تماما كويس يلا طيب اي زول بيكون مره بالمرحله دي طبعا بس طيب نحن ما قادرين نصل للاطفال دي الليل سير شنو يعني المشكله شنو؟ نحن قاعدين نحاكم الناس دي بعقولنا نحن بفهمنا الزمان ده طبعا لا ما كده المساله ما كده علموا ابنائكم لزمان غير زمانكم قال الكلام ده زمان مفترض الناس ياخذوا فيه برضه استاذ بابكر ما وريتني نعم ما وريتني الشباب من انت داير زول معين كده اقول لك انه والله فلان وفلان ده زول كده تقدر انه يعني في ولد اسمه ياسر نور الدين ده من اولاد نجوم الغد ده لما ظهر كان معنا حمد الريح في اللجنه فقال لي يا اخي انت بخليك تغني في البرنامج ده شنو؟ تعلينا هناك في الاتحاد في الوقت ذاك ياسر ده كان بيحاول يقلد خدير بشير بالحركه وبكذا وكذا عندك واحد برضه كان بيقلد ابراهيم عوض ده جيلي موسى من ولاد بحري كويس حس عامل لغونه خاص وكده كويس يلا بتبقى المشكله شنو؟ بتبقى المشكله هي انت عارف كثره القنوات والاذاعات وبعدين في اي زي بيقعد في اي حته بيغني طبعا شارع النيل ده حسه ده براه كم غنى؟ صح في شارع النيل في كم غنى هسه؟ الناس دي كلها كل زول بيغني وفي البيوت دي في عشرات اللجان وفي واحد من اصواتهم جميله لكن ما داري ما وصلوا هسه انا بيجوني ناس زي ما بيقولوا فاطمه القطر يقول لي يا اخي ما تعمل لنا من الامس هم بيفتكروا ان في ناس كبار حتى في بنات يعني شابات اصواتهم جميله صحيح هم عندهم موقف من حته التلفزيون صحيح استاذ بابي احنا على مشارف الختام لكن داير اقول لك انت علاقتك شنو بالموسيقى وانت فنان تشكيلي؟ سؤال مش حبه كده لا والله بالعكس رايك شنو فيه؟ شوف في زول بيقول له يا اخي علاقة الفن التشكيلي بالموسيقى كانت علاقة وثيقة جدا جدا كل الأشياء المربوطة في الألوان بعدد النغمات كويس شفت دي أول حاجة أيوة وأي موسيقي بيعرف الكلام ده إنه أي هنا عنده 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 نغمة أي لون عنده نغمة في المزيكا كويس وغير كده
الشعر والموسيقى والكورة وجميع أنواع الإبداع والرسم والكتابة كلها منبع واحد، الفكرة الرأس هنا طبعا. كويس، نحن عندنا ناس كثيرين جدا بيشغلوا الرأسين كويس عشان حاجاتهم بتمش كويس. لاعب الكورة تعرفه مميز، ده الزول قاعد يشغل راسه، لكن الزول بيلعب كوره بيكون عينه ده ما حريق ما بيمشي كده كويس. انا في 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 بعض اللوحات يا استاذ، وعندنا مواد المفروض تنزل لكن لبعض الظروف يا ريت. دي 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 هنات قديمه جدا يا ريت يا على حساب لو ده الحاجتين انا بفتكر انهم دي من الحاجات دي قديمة جدا. دي زيارة أم كلثوم للسودان أو قبل ما تجي السودان، ده قبل الحوار بتاع الجمهور. لا قبل الحوار قبل الحوار بمدة، قبل الحوار بمدة، لأنه قبل ما تجي الشهير طبعا قبل ما تجي ده دي 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 لوحة أنا رسلتها مرسومة بالحبر الشيني. يا سلام. اتنشرت في مجلة صباح الخير المصرية. يا سلام. أي دي كانت في 69 ايوه نعم، يوم كلثوم. وده دي اول زياره لنزار قباني السودان. دي برضه في نفس الفتره تقريبا. دي في سنه كم؟ نفس الفتره 72 تقريبا يعني كده في اوائل السبعينات. بعد ذاك انا بلاحظ يا استاذ بذكر انه برضه عندك بعض اللوحات انا دي كلها ما بعتبرها والوجوه انا دي وجوه انا بعتبرها اسكتشات. اللوحات دي حاجه ثانيه، ده عالم ثاني. دي اسكتشات دي ده كان واحد من الوجوه كثيره جدا ل ده اسكتش عادي، لكن دي وجوه من مهرجان المربد. كنا بنحضر مهرجان المربد في بغداد، ودي كل الوجوه تقريبا زي 150 من الشعراء. انا عملت معرض بالمناسبه في بغداد بمناسبه المربد ده، فيه 150 لوحه، كل لوحه تحكي عن قصه شاعر من الشعراء اللي قدموا في. انا حاجيك على حاجيك لحته الشعر، ونحن يا ريت لو بعد ذاك ختمت لنا ببعض الكلمات الشعريه اصلا. انت زول موهوب يعني. الله يعافيك. انا وخلي ونوم في ثاني بالمشاركه بتاعت مهرجان المربد. بلاحظ نعم في الصوره، يا ريت يا هلا ساب لو اخذت لي منها. دي شايف محي الدين فارس ومصطفى الله يرحمه، محي الدين فارس ومصطفى سند، عوض ابراهيم عوض، مهدي محمد سعيد. يا سلام. نعم ده القمم يعني. نعم. وكانت مشاركاتهم واضحه. نعم. في مهرجانات المربد. و بعد ده الثاني في برضه تاج السر الحسن. ايوه ده المعرض وخليه كان في الكويت يا استاذ بكر. ده أول معرض أنا عملته ده في 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 المرسم الحر في الكويت، ديل الفنانين الكويتيين الرسامين الكويتيين. بعدين شباب فين وبتاع. كلهم ديل مجموعة من مجموعة الفنانين الكويتيين. يا سلام. والله يا أستاذ بابكر يا أخي أنت أساسا زول يعني متنوع المواهب، وبعدين فن الكاريكاتير والإضافة لرسوم بعض الشخصيات و... شوف نحن كان عندنا جريدة بنجي نحررها هنا، كنا بنجي نشتغل في الأيام، كان عندنا جريدة اسمها الأوسط من المدني. أيوة. فكنت بصمم الجريدة أنا كلها. بعدين عندي عمود في اللي بكتبه اسمه زوم في الجريدة. عمود بتناول الأشياء الفنية. الفنية كل الفنانين ديل. كويس. يا ريت لو في استراحة كده قريت لنا حاجة من حاجاتك الشعرية وكده. والله كده بتحفظ ولا بتقرا؟ لا كله احسن بدل ما نفتش نشوف المخزن احسن. كويس. طيب من بدر العصير سنوا الرموش والنني، تا وقت العشي شفت القمير مستني، فتشت الشدر شفت الفراع متني، ولامست اليدين كحلت البنان متحني، ومن رمش الطريف رن الوتر أشجني، وفوق للتلال سامع الخليل بيغني، في الضواحي وطرف المداين
يلا ننظر شفق الصباح ومن تال الفريق صيح المساح نغين فاهي كم زين دواي شفايا البجبر قواي وفوق العسى الشفاه شايف النحل بيوني ومن رشفة الرضاب صابتني سكرة يني يلما منك فكاك أرجوك أسمع أني حاج الماحي بوي في ليل العاشقين اضمني وفي الفقر المعاك ما خاب أبدا ظني وزي ما جوك زمان ناس ليلة جوني غشني وشلع النار هواهن وملكا دناني ودني وأنا في ضراك وعز في هواك وأنا في ضراك بيتوب يقين زمني. يا سلام يا سلام الله تكتب الشعر أيضا يعني الله يبارك أنت صاحب مواهب أنت كشكول أنا أقول وقدمت حقيقة للساحة الفنية يعني قدمت لها والله لأكثر من 30 عاما يعني لازلت مواصل بنفس النشاط وبنفس الغوة شاء ربنا يديك الصحة والعافية الحمد لله ويخلي لك أبنائك وأبنائك ذاتهم لهم علاقة يعني عندهم علاقة بالفن عندك صحيح. ابنتك برضو فنانة وبنحي من هنا برضو لؤي بابك الصديق المخرج الفنان الله. برضو صاحب طريقة مختلفة في رواه والإخراجية وأنا سعيد بك والله الحمد لله والله أنا سعيد بك كان لي مراد أقعد معك الله يحفظك شايف المخرج هلا صاحب شكرا شكرا شكرا, شكرا لكم شكرا, شكرا لكم كلكم كتر خير شكرا يا أخي كتر خيرك وشكرا ل أنغام وأتمنى يعني إنه كنا قلنا حاجة على الأقل أنا شخصيا غادي تنفست أتمنى إنه الناس الله يخليك شكرا جزيلا أنت بتستحي والله أستاذ بارك الله فيك الله يخليك مشاهد كريم نمشي فاصلة مواصل في الفقرة الثانية مع الممثلة المعروفة مشاعر سيف الدين نمشي فاصلة ونواصل إن شاء الله